مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاية أسبوع وعدد من الملفات سنستعرضها إن شاء الله في حلقة نهاية الأسبوع. أستعرضها أنا وزميلي محمد. حياك الله محمد. حياك الله عبد الحكيم، وحيا الله السادة المشاهدين في رصد متجدد نبدأه كالعادة بالعناوين. بعد إقراره من جهات عليا واسم فحص المخدرات شرط للزواج يتصدر تويتر. شابان يعتديان بالضرب على طبيب بمستشفى الحمنة، ووالد أحدهما يعتذر بتقبيل رأسه. التأمينات تؤيد رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين إلى 5000 ريال. توقع بارتفاع جديد في أسعار الكهرباء والوقود، وانخفاض في عجز ميزانية 2017. الاتصالات لا صحة لفرض رسوم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. حياكم الله مجدداً، تلك كانت أهم العناوين ومنها إلى التفاصيل. إذن قررت الجهات العليا على إضافة فحص المخدرات ضمن الفحوص الطبية لطالب الزواج من سعودية، وأبلغت وزارة الصحة كل المستشفيات التابعة لها باعتماد إضافة تحليل المخدرات في الفحص الطبي لطالب الزواج من سعودية بعد التعديل والإضافة على النموذج الخاص بذلك وفقا لصحيفة المدينة السعودية. يذكر أن وزارة الصحة قد صرحت في وقت سابق بأن فحص المخدرات لا جدوى منه، لأنه بإمكان المدمن أن يتخلص من تأثير المخدرات في جسمه بعد التوقف عن التعاطي لمدة معينة. وقد تفاعل الكثير مع هذا الخبر وهذا القرار الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. تويتر كان الأبرز في التفاعل، حيث تصدر الوسم ترند تويتر لعدة ساعات. التغريدة الأولى كانت تقول: قرار جريء، ولو أنه أتى متأخر جدا لا يمكنني تخيل كائن رقيق يقع تحت رحمة وحش كاسر يعيش حياته من أجل جرعة مخدر قاتل. صحيح. خالد الزهراني في تغريدة كذلك على نفس الموضوع: نعم، للمزيد من الإجراءات للقضاء على أشد أنواع الظلم الاجتماعي عندما يبحث الأهل عن زوجة صالحة لابنهم السيء. التغريدة الثالثة عبد الحكيم كانت من ماهر بن سلطان، يقول فيها: الانقطاع لمدة 40 يوم قبل التحليل كفيلة بتنظيف الدم مع أخذ مغذيات، لذلك من السهل التحايل على التحليل الطبي، كان ذلك في هاشتاج فحص المخدرات شرط للزواج. صحيح محمد، كلام كثير عن 40 يوم، وهذا طبعا الإجابة عن إن شاء الله سيكون معنا في الاتصال حتى نبين للسادة المشاهدين بإذن الله عبد الحكيم. إذا مشاهدينا الكرام، للحديث بشكل أكبر عن هذا القرار وتبعاته، معنا على الهاتف الدكتور غازي الشمري، مستشار إمارة المنطقة الشرقية بوزارة الداخلية. حياك الله سعادة المستشار. حياك الله، حياك الله أخواتي المشاهدين ومشاهدات في كل مكان، الله يهديك. حياك الله دكتور. في عام 2011 ميلادي كنت أنت من ضمن المطالبين بإقرار فحص المخدرات كشرط أساسي لما قبل الزواج، ولله الحمد الآن أقر بشكل رسمي وضمن فحص المخدرات ضمن شروط فحوصات الزواج. كيف ترى هذا القرار وكيف سيعود بالنفع على المجتمع والأسرة السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. طبعا المملكة العربية السعودية دائما سباقة بفضل الله عز وجل بكل ما هو لصالح المواطن والمواطنة على حد سواء. أنت لو تلاحظ أخي الكريم وكل من يشاهدنا أن المملكة هي أول دولة أقرت الفحص الطبي ما قبل الزواج، وكان ربما انزعاج لدى كثير من الناس في بداية الأمر وربما تفاجأوا فيه، ولكن سبحان الله انعكاساته كانت جدا إيجابية وجدا رائعة، وانعكس ذلك حتى على الدول المجاورة. كذلك الآن فحص المخدرات أو المؤثرات العقلية، تجد أن المملكة هي الأولى في ذلك، وسوف تذكرون ما أقول لكم عندما تجدون أن الدول المجاورة سوف يعني ينحون منح هذه البلاد. أنا أقول أخي الكريم، نحن عندنا مشكلة أسرية اجتماعية، ووزارة العدل يعني قبل فترة صرحت أنه خلال شهر ونصف
تخيل المملكة العربية السعودية خلال شهر ونصف كان عدد حالات الطلاق يفوق 7000 حالة هذه السنة ترى، وأنا أتكلم بإحصائية دقيقة، خلال شهر ونصف 7000 حالة طلاق، وهذا عدد مخيف وهائل جدا. تجد أن من أعظم أسباب الطلاق هو سوء الاختيار، بمعنى أن المجاملة في الحياة الزوجية ما حد يسأل. للأسف تجد بعض الآباء والأمهات عندهم مبدأ نزوجه حتى يتأدب، نزوجه حتى يتربى، حتى صارت الفتاة هي حق التجارب لهذا الشاب. مثل هذا الكلام نقوله حتى لبعض الفتيات، يعني أنا لا أكتمك شرا أنه حتى للأسف الشديد تجد بعض فتيات المسلمين للأسف الشديد أنهم يعني بدأوا يدخلون في هذا المجال، ولقد يعني ما أتمنى أن أذكر أين المكان وكذا، لكن هذا واقع وأنا أتكلم وأنا أعي ما أقول. لذلك بالعكس هذا قرار ليس فقط جريء ومتأخر، الحمد لله جاء بوقت نحن نحتاجه، تشكر عليها الحكومة ووزارة الصحة، وأتمنى يعني التشديد على هذا الأمر. ممتاز. وأتمنى أن المختبرات تكون على أهبة من الاستعداد، ولا نجامل، هذا زواج. صحيح. هذه حياة. صحيح. هذا مستقبل، هذه أسرة. صحيح. يعني للأسف الشديد كل شيء يجامل فيه للأسرة. صحيح. دكتور غازي، دكتور غازي، احنا متفائلين كثير بهذا القرار، بينما احنا كذلك نتحدث عن مجال آخر أو عوائق ممكن نسميها عوائق، وهي كلام الناس وحديث الناس عن أن المتعاطي قد يتحايل في هذا الفحص عندما يتوقف عن التعاطي مدة 40 يوم قبل الفحص. كيف يمكن مواجهة مثل هذا التحايل؟ هو على كل حال يعني من انقطع 40 يوم إن شاء الله عز وجل لعل الله يتوب عليه، لعل الله يهديه. صحيح. يعني ثق تماما من كانت عنده إرادة وعزيمة. ترى المرأة ما تحب الرجال الذي يسكر أو يشرب المخدرات أو العكس من الشباب، بالعكس المعافى من عافاه الله، والناس يحبون الرجل السليم، والرجل ما يحب إلا أنه يكون متعافى، لكنه ابتلي بهذه المصيبة وهذه الداء. وتجد بعضهم بالعكس إذا وجد نفسه أنه انقطع 40 لا تتوقع أنه يفرح أنه يعود، بالعكس. يعني أنا أقول هذا كلام مثبطين وكلام كذا، نحن الحمد لله بالعكس ما دام انقطع 40 لعل تكون له توبة وأوبة. وأنا بالعكس أشد على دور الإعلام وشكرا لقناة المجد لطرح مثل هذا الموضوع، وأنتم ترى واجبنا يا دكتور غالي. صحيح. إلى الآن شك. يعني طرحتم مثل هذا الموضوع، هذا أقل الواجب في متابعة مثل هذه القضية المهمة والقرار المهم دكتور غازي، بلا شك، وقناة المجد دائما حريصة على هذا الجهد. إذن دكتور غازي الشمري، شكرا جزيلا لك على ما أضفته لنا حول هذا الخبر. مشاهدينا الكرام، إلى الخبر التالي. وثق مقطع فيديو اعتداء شابين على طبيب بمستشفى الحمنة التابع لمنطقة المدينة المنورة بالحذاء أكرمكم الله، ومن ثم تقديم الاعتذار له من قبل أسرتهما وتقبيل رأسه داخل المستشفى. من ناحيته أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان أن الوزارة لن تتوانى في الملاحقة القانونية لكل من يعتدي لفظيا أو جسديا على أي ممارس صحي. وقال مشعل الربيعان متحدث الصحة إن الوزارة حريصة على سلامة كافة منسوبيها وكوادرها الصحية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيا أو جسديا. خلونا مشاهدينا نتابع هذا المقطع الذي يعني بنينا عليه هذا الخبر ثم نعود. ايش قلت لك؟ وللجميع سمحت وعذرت، ربنا يقدمك بخير ان شاء الله، وتنازلت عن حقك، وجزاك الله خير. الله يجزاك خير ان شاء الله. طيب جزاك الله خير. احنا يا دكتور الان نحتاج التنازل يتم خطيا، والجماعة يعتذرون، ونزيد ونكرر اعتذارنا للجميع. عدنا لكم بعد ذلك المقطع المؤسف جدا والذي لقي تفاعلكم أيضا على تويتر. جملة من التغريدات نستعرضها عبد الحكيم حول هذا الخبر. الأولى كانت من نواف، يقول فيها: الموضوع ليس إساءة واعتداء على الدكتور، وإنما على وزارة الصحة عامة والجهات المختصة، فالواجب إحالتهم للجهات
ويكونون درس لغيرهم. ولد الناس تكلم ببساطة في هذه التغريدة، هذا الاستفادة يضرب الناس ويجيب أبوه ولا أهله يتذللون عند الخلق ويتعذروهم. لا بطل، لا بطل مرة، أهني الدكتور على شهامته فقط، أما المعتدي يسري. التغريدة الثالثة عبد الحكيم كانت تقول: على كذا أي واحد يدخل أي مكان وما تعجب الخدمة ويضرب اللي موجود وبعدين يحب راسه وخشمه ونقول شيطان. الله يستر. خل مشاهدينا كذلك للحديث أكثر عن هذا الاعتداء والتعدي المتكرر على الكوادر الصحية ينضم إلينا في اتصال هاتفي الدكتور تركي الطيار المحامي والقاضي سابقا. حياك الله دكتور تركي. الله يحييك وأهلا وسهلا. الله يحييك. لعلك تابعت هذا المشهد ومشاهد كثيرة لتعديات متكررة على الكوادر الطبية والصحية بالمملكة، كيف يتم وقف مثل هذه التعديات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة للتعديات التي تصنف مثل هذه الفئة، طبعا هي تعتبر من الجرائم التي لا تقبل، وبالتالي فهي تشتمل على حق عام وحق خاص. الحق الخاص طبعا يسقط عندما يتنازل صاحب الحق عن حقه، أما الحق العام فلا يسقط بالتنازل، وبالتالي تتحرك الجهات المختصة الأمنية، أولا جهات الضبط والقبض والقبض على هذا الشخص، ثم التحقيق معه تحقيقا ابتدائيا، ثم إحالته إلى هيئة التحقيق العام لاتخاذ التحقيق النهائي، ثم بعد ذلك يحال من قبل المدعي العام إلى المحكمة الجزائية لاتخاذ العقوبة التي يراها القاضي مناسبة، هذا فيما يتعلق بالحق العام. طيب دكتور تركي، بحكم أنك رجل قانون، كيف ترى الأنظمة يعني في مجال الطب، هل هي كافية لحماية الممارسين الصحيين سواء كانوا أطباء ممرضين من أي اعتداء لفظي أو جسدي، خصوصا مع مشاهد متكررة نراها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وطبعا الأنظمة الصحية عادة لا تتدخل في مثل هذه المسائل، الأنظمة الجزائية هي التي تتدخل وتحمي الكل سواء كان طبيبا أو غيره، سواء كان طبيب أو غيره، نظام الإدارات الجزائية طبعا يأتي على رأسها، فهي التي تحمي الجميع من أي اعتداء ممكن أن يكون على الشخص، سواء كان اعتداء لفظيا أو جسديا، ولا شك أن الاعتداء الجسدي هو أشد عقوبة من الاعتداء اللفظي. وأنا أظن أن الأنظمة الآن الموجودة كافية لرد اعتبار هذا الطبيب وغيره ممن يعتدى عليهم في أماكن عملهم. ولا شك طبعا عندنا هنا نقطة مهمة، الشخص الذي يعتدى عليه في مكان عمله ليس كالشخص الذي يعتدى عليه في غير مكان عمله، طبعا يعتبر العقوبة أشد على الشخص عندما يعتدي على شخص آخر في مكان عمله، وخاصة في مهنة مثل مهنة الطب وفي مكان العمل. نشكرك دكتور تركي على هذا الإيضاح، وأنت المحامي والقاضي سابقا، شكرا جزيلا. خلونا ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى الخبر التالي. قالت مصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت موافقتها على مقترح رفع أو رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية إلى مبلغ 5,000 ريال. وأوضح ذات المصدر وفقا لصحيفة عكاظ أن المؤسسة تؤيد هذا المطلب لأنه سيساهم في تحسين المعاش الذي سيحصل عليه المشترك في النظام عند تسويته معاشه مستقبلا. من جانبه قال عضو مجلس الشورى محمد آل ناجي أن المجلس يعتزم مناقشة مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية الأسبوع القادم. إذا مشاهدينا الكرام، أيضا هذا الخبر لقي أصداء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتغريدة الأولى كانت تقول يعني عبد الحكيم، التغريدة الأولى كانت يعني تداول الأمر بين ثلاث جهات، تقول صحيح. التأمينات تؤيد، والشورى تدرس، والعمل تفكر، وللآن ما حد قرر. إن شاء الله نسمع قرار قريب يا رب. سعد القرني: الشركات تدخل مليارات، والسبب الموظف السعودي اللي يكرف لهم 9 ساعات، ثم الناتج 3,000، ويشوف إله فضل عليك، صراحة خطوة موفقة. المهندس تركي المزروع كان يشرح نسبة استقطاع التأمينات الاجتماعية في تغريدته، حيث يقول نسبة كبيرة من السعوديين موظفين بالحد الأدنى 3,000، ويصل لحساب التأمينات استقطاع 600 ريال، فإذا رفعت إلى 5,000 ريال سيصبح الاستقطاع 1,000 ريال. كان هذا أهم ما جاء في تغريدات الخبر. إلى مشاهدينا الكرام، إلى صفحة جديدة في أخبارك. توقعت شركة السعودي الفرنسي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي انخفاض العجز في ميزانية الدولة للعام الحالي،
مضيفة أنه من المتوقع أيضاً رفع رسوم الكهرباء والوقود العام القادم. وذكرت الشركة في تقريرها أن العجز في ميزانية الدولة للعام الحالي سينخفض إلى 231 مليار ريال مقارنة بعجز قدره 367 مليار ريال للعام الماضي. وأضافت إلى أن تأثير تعديلات الرسوم الحالية سيظهر بالكامل في العام المقبل، متوقعة أن تقوم الحكومة في العام القادم برفع رسوم الكهرباء بنسبة 20% وأسعار الوقود بنسبة 40%. تفاعل كثير من المغردين مع هذه التوقعات. خلونا نستعرض وياكم ما جاء في هذه التغريدات. إياد الشمري يقول أكيد يصحب هذه التوقع أو هذا التوقع زيادة بالرواتب أو دعم غير مباشر، لأن من غير المعقول والمنطقي ارتفاع الخدمات والراتب في تناقص. تغريدة ثانية كانت من حساب وطني الحبيب، يقول فيها ردنا على حساب أخبار 24 خلاص ما عاد نقدر ندفع، أخذ الراتب كله وعطونا مصرفنا منه، أصبحنا في هم ادفع. كانت هذه تغريدة وطني الحبيب. أستغفر الله العظيم، هذا أحد المغردين يبدو أنه يعني منزعج من الموضوع. سبحان الله وبحمده، باقي الهوى اجمعوه وبيعوه على المواطن الملتف. إذن خلونا مشاهدينا كذلك إلى خبر آخر. أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الخميس أنه لا صحة لما نشر حول دراسة الهيئة فرض رسوم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الهيئة في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي على تويتر حرصها وسعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بما يحقق احتياجات المستخدمين وحماية مصالحهم والمصلحة العامة بما يتوافق مع نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى السارية في المملكة. خلونا مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى مشاركاتكم. إذن نبدأ مع مشاركاتكم من حلب، حيث استغاثة من أيتام حلب للمطالبة بتجنيبهم الحرب. نشاهد. يمكن هاي آخر يوم تسمعوا صوتي وتشوفوني. أنا اسمي ياسمين قيموز، عمري 10 سنين، صلي سنتين في دار الأيتام، صلي سنتين في إيدي بابا وماما من وضع الطيران. بوجه الرسالة لحقوق الإنسان لكل هالدنيا. بتمنى أن تطالعونا من حلب، هون في 47 طفل كلهم هون أخواتي، ونحن هون نتمنى أن نطلع من حلب وناكل ونشرب، نحن هون منحب السلام. نحن ما عم نحسن نطلع لبرا لأنه في طيران، في قصف، في طيران، لأنه ما عم نحسن نطلع لبرا منشان هيك عم نخاف من القصف والطيران. نتمنى أن تطالعونا من حلب بقى. ولا زلنا مع حلب الصامدة وأهلها، ومع هذا المقطع لأهالي حلب وهم على مقربة من مغادرة المدينة المحاصرة راجعين يا حلب. نشاهد. ناشي الطيور يوثقون الخروج من مدينة حلب مساء الصمود. جماعة شخص يلا جماعة اعلامينا المرح عمال بكتب على الحيطان في لحظة توجيهنا لمدينة حلب وخروجنا من مدينة حلب. راجعين نحن الكرارين، نحن سواق حلب، هاي الأرض عرضة، نحن راجعين لهون غصب عن أحسن شيء، غصب عن روسيا، غصب عن إيران، غصب عن الصين. كل دول العالم تأمرت علينا وصلنا 5 سنين صامدين، بيت القوة بالعالم أدرك الصور بس. وإلى وادي الدواسر مع مقطع لتهور سائق حافلة مدرسية لنقل الطالبات، وزارة التعليم تعيد بالتحقيق. نشاهد. السلام عليكم، استغفر الله مساك في الوادي. هذا باص حد بنات ظاهر يسفح بين الحواري، كنت ما مع ركاب امشي طب الموتر
أنا جبت أنا. شوف كذا كل مطاب ومسرع مع بنات خلق الله. كيف؟ لا ها سواق باص ذا. لا سواق باص ولا سواق إيش؟ شوف 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 كيف شوف كيف شوف. ولازلنا مع مشاركاتكم ومع هذا المواطن الذي وثق كيف انفجرت دفايته بشكل مفاجئ بعد ارتفاع درجة حرارتها. احذروا وشاهدوا. فياتكم تعوني مر من جنبها طالع من الحمام اللي فقعت. شو سوت؟ هو مدري قريز مدري شحم مدري غاز مدري شو السالفة. ما سالفتها؟ شبت ما احترقت ما فقعت. شو الدخان في الغرفة شلون؟ بهذه المشاركة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذه الليلة من برنامج أخباركم. شكرا محمد. شكرا عبد الحكيم والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أخباركم يواصل الركض الأحد القادم تمام 9 مساء بإذن الله تعالى. نهاية أسبوع ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.